او الدجاجه ما باضتش كبر مرات كل واحد بيجي له البيت بالفاخر وكل مره يا حلو وين هيك طيور هيك طيور بس بيروح اصلا الفصل الجديد هون هيك شمس معونه خلينا في بحر خلاص هي هي بقول هو قاعد خلينا نسكن للفصول انا برسم لك فصل جديد شايفين في بحر في واحد غرقان بعدين قاعدين يدخلون يطلعون هي خلاص واحد يقول لك ايش رايك؟ اخر سكن هناك في جاك رود حشائش الله على الحشائش تيتانيك ميت اذا انه تيتانيك يا تيتانيك مالا هون بومت حسها شتا يسوى شتا بحسها حط شوية رعد طيب وبرد ولا خلق بكهان شتا بالشتا في ثلج خلق بكهان تجي من بعيد تمشي كذا نقطتين لقاك مين هذا اللي يقول يلا صيف صيف ولا قول هذا واحد جاي شلوق تشلق يشلق من بعيد صيف شوف صيف نهر وجبل هلا هلا شوي طبع عليها اسف معطيك ظهري اسف هاي الرسمه تبع اللي بيجي جبال ونهر مارق و... صيف وشجره شجره طبعا شجره الصيف مره جيب ارسم 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 مطار والناس موقفين عشان يبغون يسافرون انت مثل الفكره تبع في الوسط جلسة حلوة في الوسط أيوة بعت مخك انت على المصباح تخيل تخيل باش كذا راس المطار وناس ماشيين سيرة ورا بعض يسألون يقولون ايش هذا يقول السيف مو كل الناس تتساحب شوف كنا ماسك الوردة كنا ضمت بقدونس وراك امسك اي ارسم دبابات انسى الشجرة بس اللي عليها اللي طالع شجرة شجرة رقم سبعة هذا اللي فوق مسوي شغل على طالع دفاف النهر رقم 8 الله ما تشوف الشجرة أكبر من البيت هذا البيت عم ساوي ورسم هايدي نازلة من فوق الجبل لا واحد حد دخل سوم شاميني وطلع من الدخان من جسم شاب صيف هم اللي عند دخان وش تحس فيه هذا في الشتاء هذا سكتش الصيف فاشل في الأمام سكتش الصيف حرام عليك ليش بس عمل النهر طرف ثاني عمل له هيك يكون دير يا رب ها هذا كله مكبره انت ايش تحس فيه يا خلاص هذا هو الصيف هذا هو عمل بالنهر امواج بالماي امواج ايوه الله ولا مفهوم ولا شيء خلاص هي معروفه الصيف حاجه بكفي المهم اللي ينفهم الخريف والشتاء عنهم شيء والربيع خلاص هي هي حصان حصان عبد الرحمن تبي حصان خايف اذا زقتهم بعدين ابقوا معي انت كل شوي بتلف وترجع ايه بدي قيم واحدة ولف وارجع معنى مشهد بقيم بنته في الواحدة برجع بتلف كل اللي معك اربع دقايق مو نص ساعة ايش فيك احوال ايه طيب ايه اوكي ما كل واحدة سكتش بتوقف تستنى شوي وتمشي اذا كل واحدة 15 ثانية 15 ثانية بالاخير بتغني هدي يا امي بالاخير بيقلع كودي طيب على كل الاربع اشياء بتشلح على كذا على اخر مشهد بتكون مشلح من مرة ولا لا عصير يلعن احباطك انت زي بتحط الواحد عند ما بعدين نجي من الزوم ولا من الزوم هلا يلا يا شباب خلونا نخلص الرحله على اساس ورانا ايفال نبغى نرجع نحضر له شوي قبل ما نتورط ودي للزوم عطرات انا عيوني على سورك يا بنت النور انا عيوني
عن يوم يا طربي تعذريني لو قصرت في حق أو قصر كلامي كلامي ما وصفت شعور أو قصر كلامي وما وصفت شعور أبنت النور.